أسعد السيدة هذه اللي توفات لنا في السؤال. إحنا علمنا البارح اللي توفات وعملنا زيارة، عملت زيارة لمنزلها، شفت زوجها، شفت بنتها، كنت مرفوق وزير الكرامة وتأسفنا كثير. وبنفس اليوم فيه المفتش العام لوزارة الصحة راهو موجود في راس المال مستشفى المال، هذا ما فيه حتى متهم حاليا، ما نقدرش نقول حتى شيء، لأن تقارير تفتيش هي اللي ظهر إذا كان فيه مسؤول، إذا كان فيه مسؤول ارتكب غلطة يتحمل المسؤولية. السؤال هو لي أنا شخصيا، من دفع السيدة هذه اللي عندها حامل وهي حامل 7 أشهر أو 8 أشهر، من دفعها للعمل في المستشفيات؟ لما نعلم باللي قلنا وكررنا وقال سيد رئيس الجمهورية بالنسبة لكل مواطن، بالنسبة لكل عمال، نسبة منهم وبالخصوص القطاع الصحي المرضى والنساء الحامل، وأنا قلت عدة مرات ما يخدموش.